أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينة انتصار السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، انا بس عايزك تطمنهم يعني على الاجراءات اللي تفضل. هو حضرتك تفضلت باصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الاصلاح والتاهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيده و45 رجل، باعتبار ان الرجل رب الاسره ايضا. يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بأن يكون في مساعدة لتصفيه. المساعدة من عندك انت يا محمود، انت اللي المساعدة من وزارة الداخلية. لا يا فندم، لا من عندك توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعدة من عندك اتفضل. مساعدة المخرج عنهم حضرتك لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين.